عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل صوت، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل صوت، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حبيبنا سيدنا محمد، صلوا عليه يا حبايبي. وانت في البيت يا ولدي ويا بنتي يا حلوة يا أمورة، قولي صلى الله عليه وسلم. لما تصلي على النبي حياتك تكون مرة سعيدة، مرة كثير يعني، مش مرة واحدة، مراريت كثيرة يعني، مراريت صعبة. بس ماشي حال، مش شو لي هي يعني. اسمعوا، كنا نتكلم في قصة الخضر وموسى الجزء الأول راح، وقلنا ذكرنا أنه صار في ثلاث قصص. القصة الأولى إيش هي؟ السفينة خرجها علشان يأخذها الملك الظالم، والقصة الثانية الغلام اللي قتله، وحنعرف ليش قتله. لما جاء سأله قتلته ليه؟ قال له أقول لك بعدين، خلاص خلي الجول بعدين. القصة الثالثة والمهمة جدا اللي حصلت، كانوا ماشيين، هاي أحمد ياسين، لقوا إيش وبنوا إيش؟ لقوا جدار مهدوم ولا مبني؟ مهدوم. بس قبل لا يلقوا الجدار، صح نسيت، دخلوا قرية قالوا الناس كانوا جيعانين، أيوة، كانوا بياكلوا، فطلبوهم أكل، فدلك يعني كانوا بخلة ما ردوا، فما ادوهم، مشيوا. وهم خارجين من القرية الوحشة البطالة دي اللي حتى ما ردوا يديهم أكل، الحمد لله في البرنامج ده إحنا طول النهار قاعدين ناكل ونستمتع بحياتنا، لكن هم خارجين ما لقوا أكل، لقوا جدار. إيش سوى فيه أحمد ياسين؟ جابنا الخضر، جاب الطوب والسمنت، وجاب عمال، وجاب خرسانة، وجاب الدنيا، وقاعد يبني جدار. يا عمي قالوا دول ما أكلونا تبني لهم جدار. موسى ضايق، قصة مرة وحشة، معايا عاشور، بنى لهم جدار وهم ما أكلوه، زعل، قال كيف تبني لهم جدار وهم ما أكلونا؟ قالوا لا، دي آخر مرة، هيا أنت من طريق وأنا من طريق، سلام عليكم، ما تسلم علي يا أخي، سلم علي يا أخي، عدوي أنت. قالوا مع السلامة، أنت من طريق وأنا من طريق، وراحوا مشي. بس قبل ما يسلم، أيوة، قالوا إيش قالوا؟ هاي أحمد، قالوا الأسباب الثلاثة، أيوة، السفينة والولد، أيوة، والجدار. قال له تعال أنا بدي أنفصل أنا وياك، لكن قبل أن أنفصل أبغى أقول لك الأسباب الثلاثة. أول واحدة السفينة، وإحنا عرفنا إنه هي كانت السفينة اللي مساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان في ملك وراهم ملك ليأخذوا كل سفينة الغصبة. يقال إنه خلع منها خشبتين ثلاثة، انتهينا، مفهوم؟ فاهمين يا حبايبي؟ فاهم عاشور؟ فاهم عقيلي؟ اثنين، الغلام ابراهيم شيخون متحمس لموضوع الغلام، حماس، ولا بده يجيب جون ميسي بكبره. هات يا اخوي، هو قتل الغلام لانه كان يعذب امه وابوه بالمعصية والطغيان. هو ما عذبه، هو ما عذبه، خوفاً في المستقبل. هو الولد صغير، الولد كتكوت بيحبي، ولا الولد صغير عمره كان سنة وستة شهور، ثلاث أيام وساعتين، كان صغير واربعين ثانية، كان صغير، مسكوا قتلوا. قال أقتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيء نكرة أنت. قال له هذا الغلام لو كبر حيخلي أبوه وأمه يصيروا كفار. الأب والأم بالله يا أولادي زعلوا لما ولدهم مات ولا مات؟ قلب الأم. طيب هم زعلوا، طب الخير فين؟ في موت ولدهم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بالله عيدها يا قمر، عيدها بصوت عالي. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شايفين يا أعظم طلاب في المجرة؟ شايفين؟ عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم. لا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد بده يركب الطيارة، فاتت عليه الطيارة، زعل، طاحت الطيارة، يا عمي ربنا حبك. واحد بيسرع، هذه حصلت، واحد مسرع يبغى يلحق الإشارة، أشرت حمراء، وقف، يا ريتني رحت. إيش دراك لو رحت يمكن حصل لك لا سمح الله مشكلة ولا حادث. يا أولادي قولوا لا نعلم أين الخير، الخير عند الله دائما يا أولادي، ولذلك يا رب نقول له يا رب حبيبي يا الله، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب.
إذن الأم والأب ماتوا وهم ما هم دارين ولدهم ليش مات، لكن ربنا عارف وإحنا جينا بعدهم عرفنا، انتهينا منه. آخر شيء في القصة عشان نختم، يمكن باقي لنا دقيقة ونص تقريبا. الجدار. قول يا أحمد. الجدار ده كان لي كان فيه ولدين. أيوة. كانوا يتامى. يتامى. إيه. فالأبوين كانوا كويسين، ما كانوا. بس ماتوا. زي القرية. زي القرية. إيه. كانوا كويسين بس ماتوا. أو والأبو أعتقد أو الأهل كانوا حاطين فلوس وكنز. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وكان تحته كنز لهما. يا حبيبي عليكم نعيد. وكان أبوهما صالحا. شفتوا صراحة الأب ينفع للأولاد. تعرف زمان يقولوا في السلف الصالحين كان في ولد صغير وجنبه أبوه بيصلي، قال يا أبويا كثير بتصلي، قال له يا ولدي أصلي من أجلك. الله الله أكبر. برضه يا أستاذ الأولاد ينفع الأباء طبعا كيف بعد ما يموت ويدعي له. يا سلام صدقة جارية. وكمان لما أنا برف أبوي ولدي حيبر فيا. يا سلام. إحنا حقيقة لازم نتكلم كما تدين وتدان. الموضوع ده مرة كبير ومرة عظيم، بر الآباء وبر الآباء، لكن إحنا لازم نتوقف عند هذه اللحظة. يعني الآن نقول لأصحابنا في البيوت الله يسعدكم تكونوا طيبين مع أبائكم وأمهاتكم، قولوا نحب أبي وأمي. نحب أبي وأمي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل زوم، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. عم حسن بالحب جينا، عد بينا كنا بالهداية للفخر والمجد آية والجلال، حكينا تاريخ البطولة والطليعة والرجولة، احنا ازهار الطفولة والجمال. عم حسن بالحب جينا، عدينا كل مينا وكل سوم، حكينا عن ماضينا اكثر، بكرة نكبر بكرة نكبر. Yeah, I